يستعد المنتخب الوطني تحت قيادة مديره الفني حسام حسن لضربة البداية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025 والمقرر إقامتها بالمغرب، حيث يقع الفراعنة في المجموعة الثالثة والتي تضم كاب فيردي وبوتسوانا وموريتانيا. وانطلق معسكر الفراعنة يوم 28 من أغسطس الماضي، حيث يتخلله مواجهتين ضد كاب فيردي يوم 6 من سبتمبر على استاد القاهرة، فيما يخرج الفراعنة لمواجهة بوتسوانا يوم 10 من الشهر الجاري. وشهدت قائمة المنتخب الظهور الأول لمحمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي تحت قيادة حسام حسن، بينما ظهر العديد من الوجوه الجديدة لأول مرة مع المنتخب الأول بعدما تألقت رفقة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس، وعلى رأسهم محمد شحاتة لاعب الزمالك وحمزة علاء حارس الأهلي. هذا وتواجد في القائمة 8 لاعبين محترفين هم محمد صلاح والنني وتريزيجي ومصطفى محمد، بالإضافة إلى محمد عبد المنعم وعمر مرموش وحمدي فتحي وأحمد حجازي. ويأمل حسام حسن في مباراته الرسمية الثالثة مع الفراعنة تجنب المفاجآت، وتحديدا أمام فريق كاب فيردي والذي قدم مستويات مبهرة، وتحديدا في أمم أفريقيا الأخيرة التي أقيمت في كوت ديفوار، حيث ودع البطولة من الدور ربع نهائي بعد الهزيمة من جنوب أفريقيا بركلات الترجيح. وإجمالا خاض حسام حسن مع الفراعنة 4 مباريات، حقق الفوز في مواجهتين وتعادل في مباراة، وكانت الهزيمة الوحيدة من منتخب كرواتيا وديا. مواجهتان قويتان للفراعنة في مستهل الطريق نحو التأهل لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وتبقى كل الجهود متضافرة أن ينجح المنتخب في تقديم عروض قوية من أجل ضمان التأهل، خاصة بعد التطور الكبير للكرة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة.